الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الحضرة الملك الفضيلية، السيد والي صاحب الجلالة على جهاز فاسو الكناس، السيد رئيس فاسو الكناس، السيد نائب عمدة فاس، السيد نائب رئيس جامعة مولى إسماعيل، السيد رئيس المجلس العلمي، السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، طالبات الطلبة أيها الحضور الكريم، أرحب بكم جميعا في العاصمة العلمية فاس وفي ضيافة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، متمنيا لكم مقاما طيبا بين ظهرانينا للمشاركة في هذا اللقاء العلمي الهام الذي تخصصه الجامعة للاحتفاء بمن تنسب إليه السلطان سيدي محمد بن عبد الله السلطان المعالي السلطان الباني الذي كان له فضل كبير في تنشيط الحركة الفكرية وتشجيعها بالتعليم والتحفيز ومبادرة الإصلاح. وفي البداية نرحب بالأستاذ عبد الحق المريني الذي يمكن له بالغ التقدير والاحترام اعترافا بالخدمات التي قدمها ولا يزال يقدمها للبحث العلمي وللجامعة في بلادنا. عرفناه عالما وصاحب حكمة لا يتوانى في دعم مبادرات الجامعة وأنشطتها. فشكرا لكم الأستاذ كريم على حضوركم بين طلبة وأساتذة وأطر جامعة محمد بن عبد الله ومشاركتنا في هذا الحفل. كما أتقدم بالشكر والتقدير للسيد والي جهاز فاس الكناس الذي واكب أنشطة الجامعة ودعمها في كل الظروف. كان حضوره الدائم وخبرته الميدانية سندا مضيئا للجامعة لتحقيق أهدافها الذي نلتقي والتصور الذي نلتقي فيه والتصور التنموي الاستراتيجي للمدينة لكي نسترجع أشعاعها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي. فشكرا لكم السيد والي وشكرا لكافة السلطات والمجالس المنتخبة والحاضرين معنا. لقد ارتأينا تنظيم هذه الندوة لتسليط الأضواء الكاشفة على منجزات السلطان العظيم التي شرفت جامعتنا بالانتساب لاسمه والتأليف بأعماله على الصعيدين الداخلي والخارجي ومساهماته في تراثنا الحضاري وفي رفع راية المغرب الحالية بين الأمم. لقد كانت فترة حكم السلطان سيدي محمد بن عبد الله زاهرة بكل المقاييس حيث تقوت وحدة البلاد وهياكل الدولة ونشأت حضارة مغربية أصيلة عمت مقوماتها الثقافية والعمرانية والاقتصادية أرض المغرب ولا تزال بارزة في المشهد العمراني للصويرة والرباط وفاس وغيرها من الحواضر المغربية الكبرى. وكان إشعاع المغرب الخارجي كبيرا كما يتضح من علاقاته القوية مع أوروبا وأمريكا وإفريقيا وله السبق الدبلوماسي بتقدمه أوائل المحترفين باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله التي تحمل اسم هذا السلطان العظيم تعتز بتاريخ المغرب وبقيادة ملوك الدولة العلوية ومنهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه وأعز أمره. لقد كانت جامعة محمد بن عبد الله وما تزال صرحا علميا شامخا تؤدي مهمتها في إعادة الوطن والمجتمع بجد وإخلاص خلال العقود الأربعة الماضية، وهي اليوم تشق طريقها نحو الرقي ومزيد من التألق في المستقبل بفضل أداء أطورها وبنيتها واعتماد خطط واضحة المعالم والأهداف سواء في مجال التكوين أو البحث العلمي أو التواصل أو تحسين ظروف الحياة الجامعية. وهي مبادرات بدأت تعطي أكلها باعتراف الهيئات الوطنية والدولية ومنها تايمز هاير إدوكيشن وورلد يونيفرسيتيز رانكينج التي تعد من أبرز الهيئات المصنفة للجامعات على الصعيد العالمي والتي وضعت جامعة سيدي محمد بن عبد الله في تصنيفها الأخير لشهر نوفمبر 2016 ضمن 300 جامعة متميزة من بين جامعات الدول الصعيد الاقتصادية. وفي نفس التصنيف برزت جامعة الجامعات المغربية الثلاث مصنفة عالميا بجوار جامعتي محمد الخامس والقادرية. والواقع أن هذه النتيجة كانت منتظرة بالنظر لتحسن مؤشرات أداء الجامعة وأوراشها الكبرى وتنوع تكويناتها وإنتاج أساتذتها ومختبراتها وحضورهم
الوطني والدولي. فهنيئا لمسؤولي واساتذه ومنطفي وطلبه الجامعه مهما كانت مؤسسات انتمائهم. وشكرا لشركائنا، لان الجميع اسهم في تحقيق هذه المكتسبات. واتوجه للساده والاساتذه وطلبه الجامعه لادعوهم بالمناسبه لمواصله الجهود والانخراط الجمالي وتنميه شعور الانتماء بقوه وحماس وحسن الاداء لتاكيد هذه النتائج في المستقبل والرقي بجامعتهم نحو الافضل، لان نجاحها هو دعم لنجاح المغرب، وفي تالقها احياء للاشعاع التاريخي لفاس التي نعمل جادة لترسيخ ادوارها المستقبليه كقطب وطني للعلم والمعرفه وعاصمه للفكر والثقافه. وفي الاخير شكرا جزيلا لكل المتدخلين بالعروض والمداخلات العلميه ولكل المساهمين في التنظيم ولكافه الحاضرين، ومتمنياتي لندوتكم بكامل النجاح والتوفيق والسلام. عليكم ورحمه الله تعالى. كان سلطانا مجددا وعالما، حيث لقب بسلطان العلماء وعالي السلاطين، فهذا اللقب حاز عليه رحمه الله عليه. ثانيا للانجازات التي قدمها لهذا البلد في مسلسل الاصلاحات والجهود التي بذلها الخلفاء السلاطين العلويين على مختلف اللقب والازمنه، وخاصه في الفتره التي تولى فيها الحكم، والجهود التي قام بها والاصلاحات على المستوى الداخلي والخارجي. فعلى سبيل التفسير الخارجي العلاقه التي كانت له، وخاصه انه هو وفي عهده وشخصيا من اعترف بقيام الولايات المتحده، بدوله الولايات المتحده كانت في عهده رحمه الله عليه. المساله الثانيه جانب العلم، كان حريصا على الاعتناء بالعلم والعلماء، وابنه الذي تولى من بعده السلطان والاستمام كان كذلك سلطانا فقيها وعالما. كيف كان هذا البعد العلمي حاضرا عنده رحمة الله عليه. المسألة الثالثة هذه فقط بعض مناقب، وهي جانب حقوق الإنسان. علينا كما غالبا أن نفتخر بهذا الأمر، لأنه كان صداقا. في 1977 وقعت اتفاقية على عدم استعداد أسرى الحرب، هو التزم بها وألزم بها كذلك الخصوم او المحاربين الاخرين او الدول الاخرى وخاصه في اوروبا. اكثر من ذلك خصص رحمه الله ميزانيه الدوله تقريبا لتحرير العالم من مختلف الديانات، مسيحيين ويهود ومسلمين. يعني خطوه كانت رائده على المستوى العالمي والدولي في حقوق الانسان وحفظ كرامه الانسان، واعتبرها واجبا شرعيا لا يمكن يعني التنازل عن هذه بعض مناقب هذا السلطان العالم المجدد. اما فيما يخص المساله الثالثه والتي اختم بها هذه المداخله البسيطه بين يدي هذه الجلسه الافتتاحيه لهذه الندوه العلميه الهامه، وهو دور جماعه فاس في دعمها الدائم والمستمر لمثل هذه التضامنات وهذه الندوات العلمية والإشعاعية، لما لها من دور تكويني وتأطيري وإشعاعي على المستوى المحلي والوطني وكذلك الدولي. فمتمنياتي لكم التوفيق في هذه الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المنصور رئيس جامعة السيد عبد الله، السيد والد جهة فاس مكناس، السيد رئيس الجهة، السيد نائب رئيس مجلس المدينة، السادة العلماء والوزراء، السيد رئيس المجلس العلمي، الأساتذة الأجلاء، أشهر الطلبة والطالبات الأعزاء، تقدموا بالشكر الجزيل بادئا بالبدء السيد رئيس الجامعة على دعوته الكريمة وعلى تقديمه الذي أتحفني به الذي أحرجني به أمامه بحضور هذا الملتقى عن عهد سيدي محمد بن عبد الله المنظم بمناسبة حلول الذكرى 41 لتأسيس هذه الجامعة التي تحمل اسم هذا السلطان المصلح والتي أعتز بالانتماء إليها أيام اعتزاز. وأعتبر مداخلتي هذه المقتضى في هذه الندوة كمدخل فقط للمساهمات المتميزة لا شك التي سيلقيها أمامكم الأساتذة والمؤرخون الباحثون الأجلاء الفضلاء خلال هذه الندوة المباركة، فبعض الشيء يكون لا شيء. وقد جعلت لهذه المباركة متواضعة التي تتضمن ملامح متخلفة عن هذه الفترة المحمدية من العهد العلوي بعنوان عناية المؤرخين لسيد محمد بن عبد الله. ولد سلطان سيدي محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي بن مكناس سنة 1104 هجرية، وبويع إثر وفاة والده السلطان بن عمر بن مراكش الذي كان خليفة بآل والده حسب النصب السلاوي سنة 1171 هجرية 1957 ميلادية. خلال هذا العقد مانقدرش نذكر السنوات التواريخ لأن المؤرخين يختلفون شيئا ما في سنة زايدة أو سنة أقصى، ولهذا كلها محددات اعترض في عهد سيدي محمد بن عبد الله في الجيل الثاني عشر، حيث ازدحم على بيعته أهل مراكش وقبائل الحوز، وقدمت عليه وفود من سوس وحاحة ومن أهل فاس وعلمائها وأشرافها ومن سائر الأعيان ومن قبائل العرب والبربر والجبال الوقت والجبال وأهل التقوى. وقد توفي سيدي محمد بن عبد الله بنوة شراط والدكم قرب الرغرات في محلته محل ديالو بتاريخ أبريل من سنة 1990 ميلادية، سنة بعد اندلاع الثورة الفرنسية سنة 1900. وهو حفيد لا شيء لابد أن نشير إليه جدته خلافة أفكار المغافل الصحراوية، الزوجة والمستشارة الدبلوماسية لجده المولى إسماعيل أكثر من ربع قرن، وكانت فقيهة وعالمة وأديبة التي رافقها سيدنا محمد بن عبد الله إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، وهي التي هيأته ليتبوأ عرش السلطنة بالمغرب بعد وفاة والده. وكانت خلة بنت بكار أيضا سفيرة للمرأة المغربية بالحجاز ومصر وليبيا، ولقبها المؤرخ التجنسوس بأم الصغرى. وكان سيدي محمد بن عبد الله معاصرا للملك الفرنسي لويس السادس عشر وعبد الحميد الأول العثماني، وهو محمد الثالث في الدولة العلوية بعد محمد الأول وهو محمد بن الشريف، ومحمد الثاني وهو محمد بن العربية، ويأتي بعده محمد الرابع وهو سيد محمد بن عبد الرحمن، ومحمد الخامس وهو سيد محمد بن يوسف بن الله، طلب الاستقلال ومجاهد
ومحمد السادس وهو محمد بن الحسن حفيد محمد الخامس وهو ولي عهد الحسن الثاني لا يكون هناك طال عمرك سيدي محمد بن عبد الله 33 سنة أنجز خلالها عددا من الأعمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإصلاحية وأخرج المغرب من عزلته الدولية نتيجة ارتباطه بعلاقات ودية وصداقة مع عدد من الدول وبتوقيع معاهدات سلام مع عدد من ملوك العالم كملوك السويد والدنمارك وانجلترا وكذا مع البرتغال وفرنسا وتبادل معهم الهدايا والرسائل كمثل الرسالة التي بعث بها إلى الإمبراطورية الروسية كاترينا الثانية وهي محفوظة في الأرشيف الرسمي الروسي. وفي هذا الإطار كما سبق ذكره كان سيدي محمد عبد الله من أول السابقين إلى الاعتراف باستقلال أمريكا بعد تحريرها من قبل اعتنى المؤرخون المغاربة الإيطالي والإسباني وقد بعث جورج واشنطن نسخة من حياة هذا السلطان العلوي وبأعماله وسجلوا رسائله وما عقد من معاهدات مع الدول الأجنبية ونوهوا بتوجيهاته الإصلاحية في التعليم والقضاء وفي التمسك بمذهب السلف الصالح ودولوا هباته وصدقاته وأحباسه وحتى الأشعار التي مدحه بها الشعراء سواء من الفصيحة أو الملحوظة ونذكر على رأس هؤلاء من القدماء أبو القاسم الزياني المؤلف ترجمة الكبرى وتاريخ المؤلف الرياضي ومن المحدثين عبد الله بن يون مؤلف السلطان كما اعتنى الاوروبيون من مؤرخين ودبلوماسيين ورحاله بالكتابه عن حياه السلطان ووصف قصوره وحاشيته وتحدثوا عن سياسته تجاه رعيته وعن علاقاته الخارجيه على ما سمعوا او شاهدوه وهم يعملون داخل قصوره او في موانئ مملكته استناداً على الوثائق التي كتبها دبلوماسيه المحفوظة في أرشيف عواصم بلدانه. نذكر من هؤلاء الدبلوماسي الدنماركي جورج هوست صاحب كتاب تاريخ سيدي محمد بن عبد الله الإمبراطور المغرب والطبيب الأنجليزي ويليام لامبيير صاحب كتاب رحلة إلى مراكش ومملكة المغرب وجاك كيلي الذي جمع في كتابه رحلة من جبل طارق إلى تامودات عدداً من نصوص المعاهدات التي أبرمها السلطان مع الدول كما حظيت السياسة الخارجية لسيدي محمد بن عبد الله بعناية كبيرة من قبل سفرائه الذين كلفهم بمهام دبلوماسية عبر البلدان الأوروبية وسجلوا رحلاتهم ومذكراتهم إلى أنهم قلما يتعرضون للمفاوضات التي أجروها مع الملوك والرؤساء والوزراء الذين كانوا يتفاوضون معهم حفاظا على الأسرار التي لا يجوز البحث بها إلا للسلطان بعد عودتهم للمملكة طبقا لما استنتجه مؤرخ المملكة السابق بن عطور. ونذكر من بين هذه الرحلات نتيجة الاجتهاد في مهادنة وجهاد لحمد الغزال أو الغزال والأكسيد في فكاك الأسير والبدر السافي لهداية المسافر إلى فكاك الأسرة من يد العدوي الكافر لمحمد بن عثمان وغيرها من الرحلات التي أضافت معلومات قيمة على عهده السلطان سيدي محمد. وتسخر دور الأرشيف كما أكد ذلك المؤرخ المملكة السابق بوصول ما كان مديرا للوثائق الملكية بموسكو تسخر دور الأرشيف بموسكو اسطنبول وستوكهولم ولندن وباريس ومدريد ولاهاي وواشنطن بوثائق هامة تلقي الأضواء الكاشفة عما بلغت علاقات المغرب السياسية والتجارية والبحرية والإنسانية مع الدول الأجنبية على عهد هذا السلطان وتوجد نسخ من مجملها في أرشيف الوثائق الملكية كما يحتوي هذا الأرشيف على عدد لا يستهان به من وثائق تتعلق بالسياسة الداخلية للسلطان تهم الولايات وتنقيل الأشرار والوصية بالرهبان واحترامهم وأحباس السلطان داخل المغرب على المساجد والسوايا والأضرحة والصدقات على الفقراء والمعبزين إلى غير ذلك من الوثائق الداخلية والخارجية التي لا غنى عنها لكل باحث في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله أن يطلع عليها بإمعان حتى يستطيع أن يستنتج منها ما أقرب.
تشرين عفوا قبل سنوات مضت دورتها الثالثة حول عهد سيدي محمد بن عبد الله، تعرض فيها الأساتذة المؤرخون والباحثون المتدخلون من ما تعرضوا إليه تنظيم القضاء في عهد سيدي محمد بن عبد الله. أريد أن أفتح هنا قوس أن التعاريف التي سأقول حول هذه العناوين هي بالإنشاء وليس بالإنشاء المتدخلين، لأنني لم أطلع على مداخلتهم لأنها لم تطبع لحد الساعة بعد بحثت عليها ولم أجدها لأنها ربما لم تطبع. قلنا من هذه المواضيع التي تعرض إلى هؤلاء المتدخلين تنظيم القضاء في عهد سيدي محمد بن عبد الله والمنهج الفقهي عند السلطان سيدي محمد بن عبد الله من خلال كتابه الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية. ومن المعلوم أن سيدي محمد بن عبد الله كان سلفيا على مذهب أهل السلف الصالح، يأخذ بظاهر القرآن والسنة بدون تأويل، وقد عمل بنفسه على تحديد المراجع الفقهية التي ستدرس بجامعة القرويين دون مؤلفات الفلسفة والحقيقة، وصار على نفس المذهب خلف المعلم. ولم يكن اهتمام سيدي محمد بن عبد الله مقتصما على الجانب الديني والفقهي والقضائي، بل كان مهتما أيضا بالجانب الأدبي، حيث أعطى دليلا على ذلك بتأليفه لكتاب في الشعر العربي بعنوان ترويح القلوب، يشتمل على مجموعة من الأشعار القديمة وعلى قصائد مختارة من عيون الشعر العربي في مختلف العصور، وهو شبيك بالكتاب المعروف بالحماسة الوهمية للشاعر الموحدي أبو العباس الشراوي، وهذا ما جعل بعض المؤرخين ينقلون سيدي محمد بن عبد الله لسلطان العلماء وعالم الصرف. ومن المواضيع التي تطرق إليها المتدخلون في الندوة السالفة الذكر السياسة العسكرية، تأملات في الفكر الإصلاحي لسيدي محمد بن عبد الله. حقا لقد عزز السلطان وحدات الجيش المغربي في الدفاع عن حوزة الوطن وخاصة منها القوة البحرية، وعمل على استيراد تجهيزات للسفن البحرية من الخارج، وعقد اتفاقية تعاون مع عدد من الدول في المجال البحري. ومن اهتماماته البحرية أيضا التي امتاز بها عن السلاطين الآخرين أنه فكر في إنشاء خط بحري بين المغرب وأمريكا عبر بحر الظلمات أي البحر الأطلسي، كما ذكر ذلك أحد الباحثين المؤرخين. وقد جهز السلطان الطغول المغربية من شمال المغرب إلى جنوبه بالتعزيزات المدفعية لحمايتها من كيد المعتدين، أمام الاحتلال الإسباني لسرتا وليبيا وجزء أخرى مغربية منذ القرن الخامس عشر، بعث السلطان سيدي محمد بن عبد الله حملة عسكرية في مساندة الجزائر على تحرير مدينة وران من الاحتلال الإسباني. أخذت مدينة الصويرة حقها من هذه المداخلات في ندوة جامعة بلاد الشريف، وكان عنوان المداخلة خلفيات تاريخية جغرافية لتأسيس مدينة الصويرة على عهد سيدي محمد بن عبد الله. ذلك أن السلطان أسس هذا الثغر لتكون ميناء استراتيجي على شاطئ بحر الظلمات ونقطة اتصال بين المغرب وموانئ بعض الدول الإفريقية، كما وجه اهتمامه إلى الهدومة وهي الاسم القديم لمدينة الجديدة التي هدمها البرتغاليون، فأعاد السلطان بناءها بعد أن احتلها. تعرض المتدخلون أيضا إلى العناية التي خص بها السلطان إصلاح التعليم والتربية في البلاد، وكان عنوان إحدى المداخلات في هذا المجال مواهب المنان والدعوة إلى إصلاح التعليم للسلطان. والعنوان الكامل لهذا المؤلف الذي ألفه السلطان سيدي محمد بن عبد الله والذي ضم آراءه حول التعليم ومناهجه ومواده هو المواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للسجان. وقد أوحى إلى السلطان بتأليف هذا الكتاب التربوي هو ما لمسه من جهل كبير في صفوف الأطفال والشباب والشيوخ ساكن القرى القبائل التي مر من ترابها عند عودته من مكناس إلى مراكش. ويعتبر هذا الكتاب برنامجا إصلاحيا تعليميا قائما على التلقين على حساب الفهم والإدراك للطفل مع مراعاة كفاءته فيما يتعلم انطلاقا من البسيط إلى المعقد ومن السهل إلى الصعب، كما يفهم
الشيء في المدارس فقد فيد بدوره مدرسة الاجتماعية للأمراء درس بها السلاطين وليس المال الحسن والبلاء الحفيظ في شباب. ولم يفوت المتدخلون في الندوة المذكورة أن يتناولوا بالدرس المنجزات العمرانية للسيد محمد بن عبد الله التي تعد خاصية يتميز بها العهد العدوي. فمن منجزات السلطان المعماري المساجد، نضرب مثلا بذلك بالمسجد العتيق الذي شيده السلطان بالدار البيضاء ورممه المغفور له محمد الخامس رضي الله تعالى، ومسجد اهل فاس داخل مشهر توركم، ومسجد السنه خارج هذا المشهر، وكذا القصور نذكر منها قصر المامونيه الذي شيده من مراكش لابنه المامون واطلق عليه فيما بعد قصر السفراء، وقصر الرباط بمشهر توركم، وقصر البحر الذي شيده على شاطئ الرباط للنزهه وقد حوله الفرنسيون الى مستشفى عسكري الى غير ذلك من بناء الحمامات والابراج وترميم القصبات والزهور وتشييد الاسوار مثل الصور المحيطه. وهكذا تجلت من خلال بعض المصادر عن هادي محمد الثالث التي اتينا على والعروض التي القيت في ندوات خاصه تحت عنوان سيدي محمد بن عبد الله السلطان المصلح تجلت اهميه الصفحات التاريخيه التي سطر هذا السلطان بجهاده في الواجهات السياسية والعسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والدينية والإصلاحية للمرافق الاجتماعية والتي أثبتت جميعها الاقتدار والكفاءة في تسيير شؤون الدولة ولم شتات المغرب وإعادة وحدته بعدما أنهكت قوته الصراعات القبلية الداخلية وتدخل التجار والسماسرة الأوروبيين في الشؤون الداخلية إلى جانب تأكيد القوة البحرية الإسبانية والبرتغالية للشواطئ المغربية. تحقق المغرب بعد هذا وذاك فترة حضارية تتمثل في تطوير علاقات المغرب الخارجية وتحقيق إنجازات قومية داخلية في جميع المجالات. وختاما نعتبره بعده الشاهد تلك آثارنا تدل علينا انظروا بعدنا الى الاطار كانه ينطق باسم السلطان سيدي محمد بن عبد الله. شكرا على حسن انتباهكم. شكرا للاستاذ الدكتور الحقيقي على محاضرته الافتتاحيه بمناسبه هذه الندوه العلميه. الكلمه الان للسيد الرئيس جهه فاس بكناس محمد العصر فليتفضل المشكور. شكرا استاذ رفع حسن. اريد ان لا يكون هناك سوء فهم لان في البرنامج هناك كلمه رئيس الجهه ورئيس الجهه حاضر ولا يتكلم لان لا اريد ان اخوض في موضوع لست اهلا ان اخوض فيه موضوع اعلى مني لكن بمناسبه اريد ان اهني السيد الرئيس والجامعه على احتفالها بهذه الذكرى وان اشكر الاستاذ الجليل المؤرخ المملكه على ما اتحفنا به من تذكير للتاريخ الذي سيكون ولا شك مفتاح لهذه الندوه. شكرا لكم على الدعوه وحضوري ما هو الا دعم معنوي لهذه الجامعه التي مع سيدي الوالي نحن حريصين على دعمها واعطائها ما يمكن. شكرا للسيد رئيس جهه فاس انتكاس السيد محمد العنصر على كلمته وعلى دعمه هو وكل السلطات المحليه في مقدمتها السيد والي الجهه على دعم هذه جامعتنا جامعه سيدي محمد بن عبد الله وهذه الجامعه تفتخر بانتسابنا جميعا لها كما نفتخر نحن جميعا باكتسابنا الى هذه الجامعه التي تحمل اسم سلطان العالمين وعالم السلطان. الدعوه لكم مفتوحه جميعا باسم رئاسه الجامعه الى حفل الشهادة في بهوي كل يوم. العلمية الأولى
تلك الجامعه وتلك الثانيه والاربعين لتاسيسها. شرفتني اللجنه المنظمه لهذه الندوه العلميه المباركه بتولي تسييرها بالنسبه لهذه الجلسه الاولى، وانا سعيد بهذا التشريف. يعد الاحتفال بمرور 41 سنة على تأسيس جامعة الإمام عبد الله على بعد 9 سنين فقط للاحتفال باليوم الذهبي أي بعد مرور 50 سنة فرصة فريدة للتعرف بمختلف الأجيال على أمرين اثنين. الأول هو تقديم الانتماء إلى جامعة تحمل اسم شخصية فذة هي شخصية السلطان العلوي سيدي محمد عبد الله في أبعادها ومحيطها الأسروي والوطني والدولي. فقد تولى الحكم بموجب عقد بيعة أهل فاس بمجرد وفاة أبيه في 10/1/1957 لما توسموا فيه، وهذا كلام ناصر في السلسة، من حسن السياسة وكمال النجدة وجودة الرأي وتمام المعرفة بإدارة الأمور على وجهها وإجرائها على مقتضى صوابها حتى أحبته القلوب وعلقت به الآمال. حدث هذا في وقت ملت فيه الرعية من حرب أهلية عمرت 30 سنة. صدق حدس المغاربة عندما أشاع سلطانهم الاستقرار في البلاد وقاد الانفتاح على أوروبا قبل أن ينقلب الوضع عقب وفاته. الأمر الثاني الذي يحيل عليه هذا الاحتفاء تنمية الشعور بالاعتزاز بالانتساب إلى جامعة مغربية تحمل اسم سيدي محمد عبد الله وتولد موازاة له شعورا بمسؤولية هذا الانتساب، وتعمل على ترجمته إلى سعي دؤوب وجهد غير منقطع إلى المساهمة في تحقيق شعار علمي يتجاوز المستوى الوطني إلى العالمي، وهو الشعور الذي يخرجنا جميعا في جامعة سيدي محمد عبد الله. وقد حجزت جامعتنا مقعدا لها ضمن أفضل 300 جامعة في العالم. إن شخصية من هذا العيار الثقيل الحامل للأمن والاستقرار والانفتاح والتعايش تعتبر بحق من عاتب بالافتخار والاعتزاز بالانتماء إلى مؤسسة تحمل اسمه. تكفينا شهادة المؤرخ الصياني التي تناولت جانبا من شخصية السلطان سيدي محمد عبد الله السلطان العالم لتبين مكانة الرجل العلمية وتأثيرها في تكوينه السياسي والدبلوماسي على وجه الخصوص. في العلم لا يقعقع، وهذا كلام صياني، في العلم لا يقعقع له بسنان ولا يشار في ذلك بعنان، فصيحا بليغا أديبا عالما بالفقه والحلال والحرام وفصل الأحكام، بحر لا يشار في التحقيق والمعارف لا يمارى، قد جمع من دراسة العلم ما تقف العلماء دونه وتود نجوم الحقوق أن تكونه، فكملت بذلك منة الله على العباد وأحيا به الله الدين في كل الأرض والبلاد. له تصانيف بلغت حسب الروايات إلى 7 مؤلفات، له تصانيف تقرأ بالمشرق والمغرب، الإمام الموهوب لهذه الأمة على رأس المئة مجددا لها دينها. السؤال السيدة والسادة، نفتتح هذه الجلسة العلمية التي سيتعرف على المساهمة فيها كما هو مقرر في برنامج مع تعديل بسيط وخفيف، وهو تعظم حضور الأستاذ العميد ورئيس الأستاذ مصطفى الشافي رئيس مجموعة أو جمعية مغربية للتأليف والنشر، وسألقي مداخلة الأول في السنة التالية في بعد الزوال إن شاء الله في هذا اليوم. أجدني محرجا في تقديم هؤلاء المساهمين أو الأساتذة المساهمين في هذه الجلسة العلمية نظرا لمكانتهم العلمية ولمساهمتهم الكبيرة في مجال البحث التاريخي على وجه الخصوص والبحث العلمي في جامعتنا المغربية بصفة خاصة. لذلك سيكون تقديمي لهم إلى حد ما جافا ولكنه ليس مختزلا. فسنبدأ إذن بمداخلة الأستاذ محمد منصور الصديق وزميل الأستاذ، وهو أستاذ التاريخ بجامعة محمد الخامس بالرباط،
دكتوراه بجامعة لندن، درس بعدد من الجامعات الأمريكية كأستاذ زائر، له أبحاث في تاريخ المغرب الحديث خاصة التاريخ الاجتماعي والدين. أعطيه الكلمة دون إطالة مباشرة، فليتفضل مشكورا. مرحلة مشرفة من
من هذه العلاقات. حتى في هذا العهد لم يعترف العثمانيون بدولة المغرب كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة. إذا رجعنا إلى الوثائق العثمانية، الإشارة إلى المغرب تأتي تحت اسم أو سلطان المغرب حاكم فاس. حاكم فاس، فاس اسم المغرب بالنسبة للعثمانيين. الجزائر الجزائر وتونس تونس وعاصمة المغرب هي فاس، وبالتالي المغرب هو فاس. ذهبتم اليوم إلى تركيا من أي بلد أنت، إذا قلت المغرب لن يفهم، تقول فاس يعرفون كيف تفهم عنه في المغرب. إذن حاكم فاس كانت هي التعبير المستعمل لدى العثمانيين في إشارتهم إلى المغرب. كانت هناك حاكم الأماكن الحرمين الشريفين مثلا، كان هناك الشريف مكة يعتبر حاكما للحرمين الشريفين داخل الدولة العثمانية. وحاكم فاس تقريبا نفس المرتبة. في الكتاب المدرسي التركي حاليا الطلبة والتلاميذ يقرؤون عن المغرب ليس كدولة مستقلة ولكن كجزء من الدولة العثمانية. معركة وادي المخازن، إذا رجعنا إلى الوراء قليلا، كانت إنجازا عثمانيا، انتصار عثماني، هكذا يقرأه التلاميذ. إذا هذه مسألة الاعتراف ستكون من العقبات التي ستكون دون تطبيع وعلاقات أخوية كما يقول الصغير. بعد هذه النقطة مسألة الاعتراف، هناك مسألة الجهاد أو موقف الطرفين من العالم المسيحي. الدولة العثمانية في العراق كانت تواجه هجمة شرسة من الدول المسيحية التي تقتطع من الدولة العثمانية أجزاء خاصة في الجزء الغربي من الدولة العثمانية فيما يعرف الآن بالبلقان. وكانت المواجهة أساسا مع النمسا، الإمبراطورية الإمبراطورية مع روسيا. إذن الدولة العثمانية في مواجهة شاملة مع المسيحيين في أوروبا الشرقية وأوروبا. المغرب على نقيض ذلك كما قلت قطع علاقات مع المسيحيين، مع كل الدول المسيحية خاصة مع إسبانيا جار المغرب، بينما كانت إسبانيا هي العدو رقم واحد للدولة العثمانية في البحر المتوسط. العثمانيون جاءوا إلى شمال أفريقيا، إلى الجزائر وإلى تونس وإلى طرابلس على أساس محاربة التغول الإسباني في المنطقة. جاءوا كمحررين لشمال أفريقيا من الغزو الإسباني. سيدي محمد بن عبد الله كذلك لم يطبع فقط مع إسبانيا، بل طبع علاقته حتى مع النمسا التي كانت كما قلت من ألد أعداء العثمانيين. هذا التطبيع، تطبيع العلاقة مع القوى المسيحية، سيعني بالضرورة التخلي عن الجهاد بالمعنى المواجهة المباشرة. محمد بن عبد الله عمل على تحرير مدينة الجديدة من البرتغاليين، حاول أن يحرر مدينة الجديدة بعد حصار ربما 3 أو 4 أشهر ثم أخذ عن هذا المشروع. إذن بعد ذلك دخل في سياسة التقارب مع الإسبان وأصبح كارلوس الثالث صديقا هكذا يخاطب السلطان برسائله، وأصبحت إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب في ذلك العهد. إذا كيف يمكن لهذا السلطان سيدي محمد
الاعتداء ان يتخلى عن الجهاد وفي نفس الوقت يدعم العثمانيين في جهادهم ضد المسيحيين. محمد بن عبد الله لن يتخلى نهائيا عن الجهاد بل سيبتدع انواعا اخرى من الجهاد، جهاد سلمي اذا اردتم، تتمثل في تحرير الاسرى، كانت من اولوياته في السياسه الخارجيه تحرير الاسارى او الاسرى المسلمين سواء كانوا مغاربه او غير مغاربه، كل الاسرى المسلمين الموجودين لدى اسبانيا او فرنسا او انجلترا تم تحريرهم بحيث كما يقول المؤرخون لن يبقى ولا اسير مغربي واحد لدى الاوروبي لدى المسيح. بل ذهب بعد ذلك كما قلت دفع في ديار تحرير حتى الاسرى الجزائريين او العثمانيين بصفه عامه. هذا كان بديلا للجهاد الارض في غياب المواجهه المباشره مع الدول المسيحيه، اختار ان يخبر الاسرى فهذا شكل من اشكال الجهاد. المساله الاخرى التي سيعول بها عن الجهاد هي مساعدة العثمانيين ضد أعدائهم، ضد النساء، ضد الروس، وبذلك خلال هذه الفترة التي حكم لها السلطان سيعمل على إرسال العديد من السفراء محملين بالمساعدات للسفن أحيانا بالحضارون بالعتاد الحربي، كلها في إطار مساعدة الدولة العثمانية ضد الروس وضد النمسا بالاساس. إذن هذه السياسة المزدوجة إذا أردتم تصالح وسلم مع المسيحيين وفي نفس الوقت مساعدة للعثمانيين ضد نفس المعسكر المسيحي جعلت طبعا العثمانيين يتساءلون احيانا ما غرض ذلك من هذه السياسه التي اراد السلطان سيدي محمد بن عبد الله ان يسير عليها. تسالمون النصارى وتمدوننا بالدعم حتى نحارب هؤلاء النصارى. شيء كان يقلق نوعا من التناقض بالنسبه لي للعثمانيين. هناك بين قوسين وثيقة عثمانية محفوظة في الأرشيف العثماني، هي عبارة عن محضر اجتماع بين السفير المغربي ورئيس البحرية العثمانية. هذا السفير ذهب إلى إسطنبول محملا بالمساعدات وبالمال بأن يدفع هذه الأمور إلى رئيس التحرير أو رئيس الأسطول العثماني. فجرى نقاش بين الطرفين تم تسجيله ولا زال محفوظا في مقاصد الأرشيف العثماني. في هذا اللقاء أو في هذا الحوار استنطاق ربما كان أصح يقول رئيس الداخلية العثماني للسفير المغربي أنتم ترسلون لنا المساعدات ولكن سمعنا هذه الأيام بأن سلطانكم بعث ستة من الخيل بسروج مذهبة كهدية لملك النمسا. لا نفهم هذه الأشياء. ثم أضاف في حواره مع السفير المغربي نحن مقبلون على حرب مع أعدائنا، هل يمكن لسلطانكم أن يسلفنا أن يضرب بعض المال؟ فقال له السفير السلطان لا يتوقع عن هذا الأمر ويعطي بدون مقابل. فقال له كم يعطينا من المال؟ ربما خمسة خلاشي من الذهب. قال خمسة خلاشي فقط.
هذه المساعدة التي يرسلها الصحافة كل هذه الأشياء ظلت تعكر هذه العلاقات المغربية العثمانية. مسألة أخرى كذلك لم تسهل الأمور بين الطرفين هي مسألة الجزائر. الجزائر ولاية عثمانية مجاورة للمغرب، مبدئيا هي خاضعة لسلطة الإسلام، لكن الجزائريين أو حكام الأتراك بالجزائر كانوا يقدمون على سياسات أغضبت السلطان سيدي محمد بن عبد الله في كثير من الأوقات. المؤرخون يشيرون إلى أن بعض القبائل كانت تأتي متظلمة إلى السلطان سيدي محمد بن عبد الله، فيحاول هذا السلطان أن يكاتب أهل الجزائر حكام الجزائر طالبا منهم أن ينصفوا هذه القبائل، تعرفين أنه في مناطق حدودية هناك عدد من القبائل في الجانب الجزائري كانت دائما تتطلع إلى المغرب وإلى الخلافة المغربية. فعندما يأتي هؤلاء إلى السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان كما قلت يكاتب حكام الجزائر ويحاول أن يصحح الأمور، لكن بدون تعليق طبعا. استمر هذه التجاذبات بين الطرفين لمدة طويلة. من بين المسائل التي كان السلطان الواحد فيها كان الجزائر موقفه من حرب ميلي 1774. سيدي محمد بن عمار قرر أن يحاصر مدينة ميلي لتحريرها، لكنه كان وصل إلى نوع من الاتفاق مع الجزائريين على أنهم ممكن ليس يحاصرون وهران المحتلة من الدرك الإسلامية دائما. إذا حرب واحدة على جبهتين وهران ليبيا. لكن عندما شرع السلطان في حصار ليبيا لم يجد على الطرف الآخر شيئا، لم يحاصر الجزائريين لم يحاصروا وهران، ووجد سيدي محمد بن نفسه وحيدا في المعركة. كما قلت بعد ثلاث أشهر تخلى عن الحصار وقرر أن يأتي صفحة الجزائريين وأن يدخل في صداقة كاملة مع الإسلام. إذن هذه من بين القضايا التي عكرت كما قلت العلاقات المغربية العثمانية. عندما كانت تتأزم الأمور كان السلطان وصلت قناعته في وقت من الأوقات أنه بدل الحديث مع الجزائريين سيذهب إلى إسطنبول إلى العاصمة الدولة التي يوجد الجزائريون ضمنها. فكان يرسل السفراء برسائل تشير إلى سياسة الجزائريين ويطلب من السلطان العثماني أن يضع حدا لتصرفاتهم. فالجواب عندما يأتي الجواب من إسطنبول كان جوابا غامضا في الغالب. كانت الرسائل السلطانية العثمانية تطلب من سيدي محمد عبد الله أن يغض الطرف عن هؤلاء المجاهدين، فهم في شغل يواجهون الإسلام يواجهون النصارى. وهذه الأمور هي هذه الخلافات بين كل أمور تافهة يجب أن لا تغطي على ما هو أساسي. في وقت من الأوقات فكر السلطان سيدي محمد بن عبد الله في حل يضع عقوبة محدا لهذا التنافق مع
الجزائريين، فتوجه إلى إسطنبول، ولأنه يختلف عليهم أن يفوض له الولاية الجزائر. يعني هو اعتقد بأن هذا الدعم الذي يقدمه العثمانيين، هذه السفارات المتكررة إلى إسطنبول ستجعل السلطان العثماني ربما يفوض له مسألة الجزائر، لكن ذلك كان خطرا من طرفه. في وقت من الأوقات جاء سفير العثماني إلى المغرب وجاء برسالة اعتقد السلطان بأنها تتضمن تفويضا له في ولاية الجزائر. كان السلطان بمراكش، لما سمع بخبر وصول هذا السفير العثماني قرر أن يستقبله في الرباط خلال احتفالات عيد الأضحى، فأراد أن يكون الإعلان عن هذه البادرة المهمة كون سلطان المغرب يأخذ وصاية على الجزائر ليس بالأمر الهين، فأراد أن يحتفل بعيد الأضحى في مدينة الرباط وأن يستقبل السفير العثماني في جمع رسمي بحضور الأعيان من كافة المملكة. ولكن لما حضر السفير نادى السلطان على قاضي القضاة ليقرأ في السنة العثمانية، فلم يجدوا بهذه الكلام لا لوصايا ولا تكفير ولا أي شيء ولا تفويض ولا أي شيء، فغضب السلطان من الأمر وطلب من ترحيل هذا السفير العثماني دون أن يمر للجزائر أو إلى أي بلد آخر. أريد أن أختم بسؤال أو بتساؤل حول كيف كان هذا السلطان سيدي محمد عبد الله وهو السياسي المحنك، كيف كان بإمكانه أن يجهل موقع الجزائر داخل الدولة العثمانية؟ كيف يمكن له أن يحلم بتفويض العثماني على الجزائر؟ والجزائر هي خط الدفاع الأساسي أمام الإسبان وأمام العالم المسيحي في غرب المتوسط. على الجزائر كانت هي رمز الأسطول العثماني، الأسطول الجزائري كان جزءا هاما من الأسطول العثماني، لا يمكن لإسطنبول أن تفرط في الجزائر. الجزائر كما قلت هو خط الدفاع الأول ضد المسيحيين. ثانيا تفويض، لو فرضنا أن العثمانيين فوضوا لسيدي محمد بقصد سلطته على الجزائر، ماذا سيكون مصير الجزائر؟ الجزائر ستلتحق بالسياسة السلمية للسلطان، لأنها ستحرر أسرها، ستنهي الصراع مع المسيحيين، وسيكون بذلك سيكون السلطان سيدي محمد ربح هذه المسألة، أنه استطاع أن يقنع الجزائريين بالالتحاق بسياسته المسالمة للمسيحيين، وهذا غير ممكن طالما أن الإيالة الجزائرية جزء من الدولة العثمانية ولا يمكن أن تخرج عن الخط العام للسياسة العثمانية. شكرا لأستاذ الله المنصور على مداخلته، فاتني في التقديم أمران الأول والإشارة إلى تعويض الأستاذ عميد محمد القوط الأستاذ مصطفى الشربي أما ذكر الأخ والصديق عن هذه الأفواه يوجهك مع صاحبك. الأمر الثاني تحديد هذه المساهمة في 20 دقيقة وتعرف عليها، أرجو إذا من المتدخلين أن يساهمني باحترامي هذا التوقيت وهذه المدة. المساهمة التالية بعنوان السياسة الأوروبية للسلطان سيدي محمد عبد الله،
هو اهتماماته العلمية بين العلاقات المغربية البرتغالية بطريقة الاقتصادية ثم ترجمة من البرتغالية من إصداراته التجارة في المغرب في القرن السادس عشر العلاقات المغربية البرتغالية أخبار السلطان صور وترجمة ثم الملوك المغاربة وهو ترجمة أيضا أستاذ الغالب اللي تفضل مشكور. شكرا سيد الحارس. في البداية أقدم الشكر إلى الجنة والدماء على دعوتها وأتمنى أن أكون عند حسن الظن داعم إلى هذا اللقاء العلمي. ومنذ البداية سأقول أنني أقدم مشروع مداخلة أن الزمن الذي كان عندنا لم يسمح لنا بأن نعطيها مداخلة وخاصة أن الموضوع الذي وموضوع جدير للبحث ويتطلب شيء من الوقت وهذا معمول به في دائماً المداخلات تكون بداية للبحث لا شيء تكون نهاية للبحث. إذن اخترت في هذا اللقاء أن أركز على بعض سمات السياسة الخارجية لسيدنا محمد عبد الله الذي كان واقع سلطاناً بعيد النظر للزمن ديالو ولمن بأحوال العالم من حوله وقادرا على فهم المشاكل التي تحيط به وعلى اقتراح الحلول لها. انطلاقا من علاقته مع جارتين إبريتين إسبانيا والبرتغال. واخترت أن أركز على بعض النقاط لأن الإخوان الزملاء سيركزون على كل تفاصيل العملية الإصلاحية والشخصية في سلطة محمد عبد الله. ولكني اخترت ان اركز على نقطة بعينها. قلت ان سلطان سيدي محمد عبد الله ادرك منذ وقت مبكر ان زمن الحرب والقرصنة والصراع مع الدول الاوروبية ولا وان خيار السلم هو الخيار الذي يمكن ان يفتح الابواب على المستقبل. وايضا ان التجارة او التبادل التجاري هو مفتاح النهوض بالبلاد ولذلك كانت اصلاحاته الداخليه التي ستتناول لها مداخلات اخرى كما قلت في التسعين. اريد ان اعقد في البدايه مقارنه خفيفه بين سلطان سيدي محمد عبد الله وبين ملك البرتغالي المعاصر وجوزيف الاول الذي حكم في فترة مقاربة. هاد جوزيف الأول تولى الحكم في البرتغال في الخمسينات وأول المشاكل التي واجهها هي الزلزال ديال 1955 هاد الزلزال العنيف الذي كان نعتبروه الآن تسونامي ضربت البرتغال. كان زلزال الفيضان وكانت حرائق المدينة لشبونة العاصمة خربت تماما وعانت البرتغال من وضعية يعني كارثية. ولكن بعد سنة من هذا التاريخ عين هذا الملك البرتغالي وزيرا اسمه معروف الماركيز دو كومبال وهذا الوزير هو الذي تولى عملية مش إصلاح فقط ولكن عملية خلق دولة برتغالية جديدة. لزبون اللي كيزور الآن مثلا كيشوف ساحة التجارة ومن بعدها يجد شوارع عريضة جدا وهذا كيدل على واحد النظر في المجال المعماري ديال هذا الوزير الأول لأنه في ديك الفترة اللي كانت الحرب داخلة كان كيتصور كيف ستتطور الامور ان البرتغال الحديثه يجب ان تكون هي على اساس معماري الكبار ديال الان وباقي كيتسع لبعد نظر لهذا الوزير. قلت من تقريبا من صفر او البرتغال كانت وضعيته صعبه ولكن في هذه الفتره هذه قامت باصلاحات عميقه في المجال العمراني المجال الاقتصادي تحديد الاداره المجال الفكري لأن
لأننا أمام دولة خارقة جدا، ولكن الذي قام بجهد أساسي في هذه العملية هو هذا المركز دبلوماسي. كان يدعى ويسمى بملك المصلح، هذا اللقب ديالو. إذا ناخذ الضفة الأخرى نلقاو تقريبا كانوا في وضعية مشابهة. المغرب عند تولي السلطة سيدي محمد عبد الله كان قد خرج من بوتقة، يعني فترة من الصراعات التي عقبت وفاة السلطة إسماعيل، يعني فوضعيته أصلا كانت أيضا كارثية، والزلزال يعني 1755 قريب أو قبيل تولية السلطة سيدي محمد عبد الله، رغم أننا لم ندرس بما فيه الكفاية أثار هذا الزلزال العنيف الذي أصاب المغرب أيضا وخلف بالضرورة أثارا. فعندما قدم السلطة سيدي محمد عبد الله إلى المغرب كانت عنده وضعية مشابهة، وكان أيضا اتجاه متقارب. كلا الملكين كانت عنده فكرة أنه يجب أن يقطع مع ما كان سائدا في عصرهما، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي أو الفكري. فكان أن في البرتغال كان فيها توجه يعني نحو تطوير الفكر والتعليم، وكذلك كان السيد محمد عبد الله يتجه إلى الاتجاه نحو الإصلاح ديال التعليم وفي المجال الفكري بصفة عامة. الإصلاحات العمرانية هناك وأيضا هنا كانت إصلاحات لبناء مدن جديدة بحال المصويرة وبحال إصلاح المدن القديمة وتهيئتها. كان اتجاه في البرتغال لتحرير الاقتصاد، تحرير الاقتصاد، بأن البرتغاليين كانوا كيفكروا كيقولوا أن الحل القادم لمستقبل البلاد ليس هو الصراع، ليس هو الحروب، أن يجب أن يتخلصوا من تركة الفترة الاستعمارية فترة الصراع وخاصة مع المغرب. وزي ما حكى أيضا كان عنده توجه خلال الحكم ديالو لأن يكون ينفتح أكثر على الدول الأخرى وأن يترك النزاع جانبي. فعهده في عهد محمد عبد الله نجد أن أغلب اتفاقات السلم وقعت مع الدول الأوروبية وأشير إليها في الصبيحة، ومع البرتغال أيضا، فهو السلطان الذي حسب النزاع الذي ظل لقرون بيننا وبين البرتغال. يعني بعد الجديدة بدأت علاقات جديدة مبنية على السلم، ولا السلم فقط، ما بقاش ذاك النزاع السابق الذي كان يشوش على العلاقات. أيضا من جهة البرتغال كانوا يعانون من هذا الصراع مع المغرب، مع أن ميزان القوة لم يكن متكافئا في البحر مثلا، ولكن السفن المغربية بإمكانها أن تلحق أضرارا بالأسطول التجاري البرتغالي. في المناقشات التي سادت بين البرتغاليين كانت يضربوا مثال كيقولوا حتى لو دفعنا إتاوة للمغاربة، يعني دفعنا مقابل لها بالسلم فنحن الرابحون، لأن سفينة واحدة إذا ألقي عليها أو إذا أسرت السفينة الواحدة بغنائمها التجارية القادمة من البرازيل أو من الهند تفوق بكثير بأضعاف كثيرة ما يمكن أن يدفعه لأهل الدول. نشتري السلم عن طريق هذه العلاقات. إذا لاحظوا أن كان هناك توجه في البرتغال نحو تركيز على الجانب الاقتصادي لخلق دولة في حاجة إلى إمكانية مالية، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمغرب. لهذا وقع نوع من التقارب بين الدولتين. ولاحظ دائما أن التقارب يكون مزوجا بمواجهات في البداية، ولكن من بعد السياسة تتجه إلى مواجهة كانت جديدة. الحصار الجديدة التي أدى إلى استرجاعها بالمناسبة لم يدخل المغاربة أو يسترجع المغاربة الجديدة بالعنف، أنهم الذي كان بعد الحصار كان هناك اتفاق على أن يخلو يخلي البرتغاليون الجديدة ويدخلها المغاربة. وقع في التطبيق أن المغاربة أسرعوا إلى دخول
لكن هذا كله لم يمنع من قيام وسادات واتصالات مباشرة لكي يتحقق هذا الصلح. كان قلنا في البدايات هما أغرم الصلح ديال 1774 وهو الصلح الذي بنت عليه العلاقات بشكل نهائي خطر هذا. إذن هذا المقاربة ديال المقارنة تبين لنا أو تفسر لنا هذا الاتجاه أو التقارب بين المغرب والبرتغال وحتى بين المغرب وإسبانيا كما سنرى فيما بعد. إذن هذه نقطة من النقاط اللي نتكلم عليها تفسر إلى حد ما كيف وقع هذا التقارب الذي ظل سياسة بين المغاربة والبرتغال دائما ينص على هذا السلم وهذا الصداقة التي تحولت في بعض الأحيان وكما سنرى إلى تحالف عسكري على مواقف منسجمة في السياسة الخارجية. من خلال الوثائق البرتغالية الأرشيف ديال الأكاديمية توقفت عند رسالة بعثها هي كاينة في الأرشيف البرتغالي في أكاديمية العلوم في لشبونة ولكن بعثها عبد الله إلى قنصل إنجلترا طنجة وأبدأوا بالحديث عن بعض مطالبها ثم انطلقوا من ذلك لنأخذ بعض معالم هذه السياسة الخارجية. نتكلم على دولتين إماليتين. أرسل رسالة تقول في البداية ديالها نأمر خادمنا السيد محمد بن بالله أن يقرأ هذا الكتاب على قنصل الإنجليزي وجميع القنصلات وكل واحد منهم يأخذ نسخة لهذا الكتاب اللي راشي مباشرة يأخذ لنا نسخة ويرد لنا الكتاب. وهذا الكتاب جاء جاوبا على رسالة من قنصل الإنجليزي وجاء إليه. دون أن أدخل في التفاصيل الفكرة أو الفكرة الأساسية في هذه الرسالة أن القنصل إنجلترا بعث إليه يشتكي من السفن الإسبانية التي تدخل إلى مرسى طنجة وتهاجم السفن الإنجليزية وتستولي عليها. طبعا ينتظر من السلطان أن يقوم برد فعل. فهذا كان الجواب. قال له أجابه السلطان وأمامه القناصل في أردن. قال له يمكنك أن تشتكي من شئت ولكن لا تشتكي من قنصل إسبانيا. قنصل إسبانيا أن إسبانيا لها مكانة خاصة وإذا أراد الإسبان أن يستولوا على السفن الأخرى فليستولوا وأنت أيضا احمي نفسك لأنك في البر إذا ما فلن أتعرض للدفاع عنك لو حاولوا أن يكسروك ويأخذوك داخل طنجة. والمهم ليس في القصة نفسها ولكن في التفسير وينتقد موقفا براغماتيا يقول له هذا السلطان يعني جميع الأجناس يقدر أنتم أنفسكم أي جنس آخر يقدر يوقف معكم ضده إلا الإسبان. علاش؟ ويفسر يقول أن السلطان يعني قال معنا بما لم تقم به أي دولة أخرى وهو أنه كان يبعث بالأسارى المسلمين عندما يعني يفتدي يجد عنده دائما يتعاون الأسارى المسلمين وكيف الرسالة كله قد افتديت منه يعني حوالي 1000 أسير الشيء الذي لا أجده في الدول الأخرى. يقول له رغم ذلك وكنتكلم على السياسة كيفاش كاين السياسة ممكن نعرفها بشكل براغماتي وفي مصلحة له المسلمين. داخل هذه المسألة يقول له إنني وجدت في إسبانيا ما لم أجد في دول أخرى. هذا الملك يقول له رغم ما وقع كيتكلم على ليليا اللي تكلمنا عليها حاصرنا ليليا أكثر من 3 أشهر وكان فيها دمار وقتلى وغيرها ولكن ذلك لم يبقى في الخاطر علاش؟ أن الصراع الذي كان بيننا كان صراعا على أساس ديني أنا أنتصر لديني وهو ينتصر لديني وعندما انتهى الصراع لم يبقى فينا الخطير لأن كل واحد يعتقد أنه يقوم بواجبه أما أنتم أو دول أخرى ف
فإنها تتحرك بدافع يقول طبيعة الدنيا بل المصالح الأخرى. لكن فعلا هو يفهم أنني هجمته لأنني مدافع عن مبادئي، وأنا أفهم أنه مدافع عن نفسه في هذا لمبادئي، ولكن الأساس هو أن هذا السلطان يتعامل معي بالمبادئ، ما يتعاملش بالمصلحة. وهذا الموقف الذي تكلم عليه في هذه الرسالة يزيد يأكدوا، يقول لأن يعتقد نقد حتى الجزائريين، يقول هل الجزائري الآن في الفترة اللي كتكلم عليها كان سكونهم لتتعرض للسلب، هل يرقد هذا بحال نوع من العقاب لأنهم ما كيتحركوش قرصنة على الأساس الديني، كيتحركوا على الأساس الغنائي، كيف يعقل أن الجزائريين يكونوا مسلمون مثلا في اوروبا وهم يكتفون باخذ مثلا الاجتداد بالمال، بينما نطلب انهم اذا اردوا ان يجتدوا الاسرى المسلمين او الاسرى المسيحيين ان يطالبوا باسرى المسلمين مقابل ذلك، بغض النظر انه يكون هذا الاسير. انا اقول تقريبا كنقول ما جاء في هذه الرساله ان يكون هذا الاسير مغربيا او غير مغربي، المهم انه مسلم. الأولى بالجزائريين أن يأخذوا مقابل أسرى المسيحيين أسرى المسلمين، بينما هم يأخذون أموالا، وهذا يعني أن طمع الدنيا عندهم أقوى من طمع من مبادئ الدين، ولهذا تتوالى هزائمهم في البحر المتوسط مع الإسبان وغيرهم. هذه الرسالة كتعطينا فكرة على كيف يتصوروا سياستهم مع الخارج، ففيها المصلحة وفيها أيضا المبادئ وفيها التمسك بصداقة الدول. يقول هذاك الصديق ديالي كيتكلم على المحبة الكبيرة الدائمة وعلى الثقة. فيما يتعلق بالثقة أريد أيضا أن أتكلم عن مسألة لها أيضا أهميتها، لأن ننتقل أيضا إلى البرتغال وهي العلاقات بعد 1774 أصبحت كما ذكرنا علاقات ثابتة، ومن المسائل اللي يجب أن نتحدث عنها أو نركز عليها هي مدى الثقة. في وصلة الثقة الدولتين وصلت إلى مرحلة ربما فيها مجازفة، لكن في الوقت هي مرحلة يمكن أن نتوقف عنها. ما معنى مثلا أن يبعث السلطة سيدي محمد عبد الله بأموال الخزينة المغربية ليضعها في خزينة البرتغال، البرتغال وإسبانيا ومغربية، أن يضع هذه الأموال وضعية أن تأخذ الأمور تضع الدولة أخرى، هذا هو منتهى. وهذا ما وقع في هذه الفترة في مجاعة من المجاعات سنة 1999، بعث سفارة. السفارة كان على رأسها السفير محمد العناية سنة 1799، أرسل الحاج محمد العناية من فاس مصحوبا بمستخدمين من الديوان المغربية هما محمد التياز والحاج عبد الرحمن المريطر، ومعهما مبلغ 200,000 دورو. مهمة هذه الرسالة كانت هي أن يضعها في خزينة الخزينة البرتغالية، والوثائق البرتغالية تتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع، كيف وصل السفير واستقباله وكيف أدى سفارته وقدم الهدية للملكة آنذاك ماريا الأولى ابنة جوزيف الأول، ويتحدث عن إحصاء كيف قام المستخدمون بإحصاء كيف قاموا بإحصاء هذا المبلغ ووضعوه في الخزينة، وكان ذلك على حسب مصادر مساك يقولون لأن كانت هناك مجاعة وكان ضرار وحوال، وكان من الأمل للخزينة المغربية أن توضع في هذه الخزائن حتى تطمئن الأحوال فيما بعد.
إذا تكلموا على السلطة العالية، هل السفارة نفسها كانت مناسبة للاطلاع على الأحوال أو التطور في الدول الأخرى؟ وما كانش فيها هذه، كانت سفارات كثيرة عند المغرب بعازل واحدة من الدول الأخرى، وهذه السفارات ازدهرت ولكن كانت تأتي بالجديد. وأنا نكتفي فقط بالبرتغال، أقول أن السفارة الأولى ديال النجيل الأزرق فيها نور السلطان ذهب للتعزية في وفاة جوزيف الأول، وهذا معه مستخدمون وبعض الصناديق لسك النقود. قدمت كلمة أربعة صناديق فيها آلات سك النقود وبعض المستخدمين لاستغلالات المغرب. والسفارة الثانية ديال العناية، هذا السفير سبق يعني عندما وصل إلى البرتغال زار عدد من المنشآت، وأهمها أكاديمية العلوم المجهولة عند افتتاحها، وهي من المنشآت الفكرية الهامة، وأنصت إلى محاضرات ومدير بالمناسبة، كما أنه زار عددا من المنشآت العلمية الأخرى بحال بيت العلوم وكذلك حديقة النباتات اللي بقى الآن جاردن بوتانيكو اللي كان في عيسبورن. فإذا باختصار لأن الوقت هو هذا، احنا فقط نلامس هذه المواضيع. عندما نقوم بتحليل ولو بسيط لعلاقة السي محمد عبد الله بالدول الأخرى وخاصة الدول المجاورة، نجد التجاور في الأشياء، أحيانا الصدام ولكن صدام مؤقت، ولكن غلبت العلاقات السلمية وبعد النظر، وأيضا التركيز على الجانب اللي هو أهم وأنفع اللي هو الجانب الاقتصادي التجاري السلمي، واحتواء المواقف على السلطان لبعيد النظر، وصدع أنه ينسجم مع العصر ديالو. فهذه إطلالة على هذا الموضوع، إن شاء الله المحرر هو بصدق. وشكرا لك. أعتبرها آخر محاولة لإرساء قواعد المخزن المغربي على الأسس التقليدية.
التقليدية القديمة، نموذج ديال المخزن ديال المنصور الذهبي السعدي. كان ذلك على يد السلطان مولاي إسماعيل بن الشريف الذي حكم البلاد كما نعلم طيلة 55 سنة، وأطول عهد للدولة العلوية من 1672 إلى 1727. ورغم عظمة ملك مولاي إسماعيل وظهور المغرب في عهده بمظهر الدولة القوية، يعني الصورة التي لدينا منذ كنا تلاميذ في الابتدائي والثانوي أنه السلطان الإسماعيلي الدولة العربية بن الإسماعيل، فعلا رغم هذا المظهر الذي ظهرت به الدولة فقد انهار صرح مولاي إسماعيل بمجرد وفاته سنة 1727. تدخل المغرب فترة عصيبة من الحروب والتطاحنات دامت 30 سنة ديال الاقتتال بين المغاربة من 1727 إلى 1757. ذهبت الحوليات التاريخية على تسميتها بأزمة عبيد البخاري. يقول مؤرخ تطوان محمد داود أنه بمجرد انتشار نبأ وفاة مولاي إسماعيل والاقتباس حصل، يقول داود، حصل رد الفعل، وكانت فوضى لم يعرف الناس لها مثيلا، وقاست الأمة بسبب تلك الاضطرابات فتنا وأهوالا. انتهى الاقتباس. يضيف مؤرخ آخر محمد بن طيب القادر نشر المتاهي أنه يتحدث عن الأزمة، أنه وقع في ذلك قتال عظيم وحروب، وتراكمت فتن في جميع أقطار المغرب، وسفك في الدماء مما لا يحصى. انتهى اقتباس القادر. لعل أبرز مظاهر الأزمة أزمة عبيد البخاري وأزمة 30 سنة، لعل أبرز مظاهر الأزمة تتجلى في تصدع المخزن وسقوط هيبته، بحيث يقول داود صار العرش، عرش مولاي إسماعيل وعرش العلوي، صار العرش بعد عظمته وجلاله ملعوبة في يد العبيد، فكانوا يولون ويعزلون من يشاءون من أبناء السلطان. انتهى الاقتباس. أدت سيطرة جيش العبيد وضباطهم واستبدادهم بالأمر في عاصمة المغرب آنذاك مكناس، أدت هذه السيطرة إلى تشريد السلاطين الذين توالوا في هذه الفترة، أوله السلطان مولاي أحمد بن إسماعيل الملقب بالذهبي لأنه كان يوزع الذهب على العبيد. تشريد هذا السلطان من أية سلطة، وفي ذلك يقول أحمد بن خالد الناصري: اعلم أن مولاي أحمد كان مستبدا عليه، يشير عليه العبيد فيفعل، وما قتل من قتل من رؤساء الدولة إلا بإشارته. ويولد أبو القاسم الصيني صورة بليغة عن مدى انهيار المخزن في السنة الأولى من الأزمة 1727-1728. هذه الصورة القاسم الصيني، أبو القاسم الصيني يولدها بقوله: إن مولاي أحمد، هذا كلام الصيني، دخل داره وترك الناس وشأنهم يفعل كل واحد ما أراد، ولم يولي ولم يعزل ولم يسمع من أحد شكوى، ولم يلتفت إلى شيء من أمور الدولة ولا عرج عليه. هذا السلطان حاطين العبيد وهم يعني يسيرون الدولة وشؤونها كيف ما يشاء. ويلخص الناصر وضع المغرب في أواخر عهد مولاي عبد الله بن إسماعيل، وهي أواخر الأزمة، بقوله: كانت أيامه، يتحدث عن مولاي عبد الله بن إسماعيل والد سيدي محمد بن عبد الله، كانت أيامه لا سيما أخرياتها كأيام الفترة التي ليس فيها سلطان، وكانت حاله بشكل تميز عهده بنوع من الليونة والمهادنة في التعامل مع الشعب، مع الأمة ومع الرعية، لتفادي إظهار المخزن. وهي الصورة التي ظهر بها في عهد مولاي إسماعيل وفي عهد أبناء مولاي إسماعيل في فترة الأزمة، صورة المخزن باعتباره أداة قهرية، أداة تعتمد على القوة والجبروت لإخضاع الناس للجبايات والمغارب. في هذا الباب بدأ السلطان سيدي محمد بن عبد الله جهودا حديثة لإعادة الهيبة والاعتبار لمفهوم الشرف الذي عرف ضمورا خلال الأزمة. كما اكتسب سياسته طابعا دينيا واضحا باعتباره عالما مصنفا مقربا للعلماء مستشيرا لهم وواصلا اياهم بالهبات والاعطيات. شيوخ او علماء كبار في ذلك العهد كانوا بمثابه ركائز الدوله، ركائز المخزن سيدي محمد بن عبد الله، امثال
شيخ الجامعة توذي بن سودة الذي عول عليه السلطان كثيرا، والشيخ عبد القادر المشتر والعالم عبد القادر بن شكرون والطيب بن كيران الذي خلف توذي بن سودة في منصب شيخ الجامعة وغيرهم كثير. وكما يسجل في هذا الباب أيضا سعي سيدي محمد بن عبد الله الجاد لتوحيد الأمة على الصعيد المذهبي باعتبار ذلك قاعدة صلبة للاستقرار الاجتماعي. المحطة الثانية التي أود إطارتها هو بناؤه أو سياسة السلطان سيدي محمد بن عبد الله في بناء مدن المراسي ونقل وانتقال مركز تقل البلاد من الواجهة الصحراوية إلى الواجهة البحرية. هنا تكمن أحد أبرز خصائص هذا العهد بتدشين السلطان كما ورد في مداخلة الزملاء، تدشينه لمرحلة انفتاح البلاد على الخارج وعلى الواجهة البحرية. فبعد قرون طويلة كما نعلم الإعلام ظل فيها المغربي يدير ظهره للبحر، احنا شعب رغم أننا محاط بالبحر فكنا دائما أهل بر، كنا الصحراء والسفينة الصحراء عوض السفن، كانت عندنا احنا السفينة ديالنا هي سفينة الصحراء اللي هي الجمال والبعير يعني في القوافل التجارية. فطوال قرون ظل المغرب متجها نحو عمقه الإفريقي ومزيان، ولكن فهذا السلطان سيدي محمد عبد الله سن سياسة انفتاح وتبادل تجاري كثيف عبر المراسي الأطلنطية، اهتم بتعمير المدن المراسي مما يعد كما قلت من أعظم منجزاته، فأسس مدن جديدة أسست هي الصويرة مقدور وفضالة اللي هي المحمدية وسميت بالمحمدية نسبة إليه الذي هو الذي بناها، كما بعد مدن أخرى قديمة ومندثرة كأنفا هي الدار البيضاء والعرائش التي كانت متطورة وغيرها من المدن المراسي التي شهدت ازدهارا وتوسعا عمرانيا مهما في هذا العهد، مما ساهم في انبعاث الحياة الحضارية على الساحل الأطلنطي وإعادة تعمير كثير من السهول التي أخليت من طرف السكان عقب الغزو البرتغالي والحروب والغارات التي كان يقوم بها البرتغاليون دكالة وغيرها. هذا الأمر انبعاث الحياة الحضارية في الواجهة البحرية يعتبر كما قلت مهم جدا، لأنه ابتداء من هذا العهد عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله انفتح المغرب نهائيا على البحر ولينا ظهرنا وأولينا ظهرنا وأعطينا ظهرنا للصحراء التي كانت كما قلنا لقرون هي المتسع يعني المجال الحيوي للمغرب مع التجارة القومية. معلوم بالنسبة من التاريخ والسوسيولوجيا ما يكتسب ازدهار الحضارية من أهمية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والحضاري عموما، لأن عندما نتحدث عن انبعاث الحياة الحضارية وازدهار المدن فإن ذلك هي الصورة المقابلة بعد أن كان خطوة مهمة جدا في مسار تطور البلاد مقارنة بالوضع الذي سادة في النصف الأول من القرن الثامن عشر فترة الأزمة عندما خربت المدن وأخليت وهرب الناس من المدن وانتشرت تقاليد البداوة مما يعني تراجعا في مشوار تطور الحضاري. فعموما عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله شهد ازدهار عام بفضل تدابيره التي ضمنت الاستقرار والأمن الذين يعتبران الشرطين الأولين والأساسيين لأي تقدم لأي ازدهار. المحطة الثالثة والإنجاز الثالث للسلطان وإرساء علاقات السلم والتبادل مع الخارج ووضع حد أيضا قطيع وحد لقرون من العداء والتوجس والحضر مع أوروبا وتحرير الأسرى وتقنية القرصنة. فأود فقط أن أشير بخصوص القرصنة لإبرام المعاهدات كثير من المعاهدات مع الدول الأوروبية المختلفة، دولة وحيدة لم يبرم مع السلطان سيدي محمد بن عبد الله اتفاقية المعاهدة هي روسيا نظرا لكونها كانت في حرب مع الدولة العثمانية، والأستاذ منصور أشار إلى مدى التضامن والدعم المغربي للباب العالي وتمويل كان السلطان يمكن القول أنه مول المغرب الحرب الروسية التركية في جزء مهم منها كان على حساب رغم استقلال رغم قلة واعتبار العثمانيين الأموال التي كان يمدها من السلطان قليلة، ولكن يعني كميات هائلة جدا من الأموال كانت ترسل إلى الباب العالي لتمويل الحرب الروسية التركية.
قلت أن كل معاهدة التي أقرها السلطان مع الأوروبية نصت على السلم تسمى معاهدة سلام وتجارة، على السلام والمهادنة وحرية الملاحة وحرية التبادل التجاري ومنح امتيازات جمركية وقنصلية مما ساهم في وضع حد لمشاكل سممت العلاقات المغربية الأوروبية طيلة القرون وما مشاكل القرصنة والأصابع. لعل أهم ما ميز تدابير السلطان في هذا الميدان ليس تقنينه للملاحة بمقتضى المعاهدة فحسب، بل إجراءاته والتزاماته التي مثلت القرصنة والجهاد البحري. وقد جاء مثلا في البند الرابع من المعاهدة المغربية السويدية التي أقيمت سنة 1963 بند من هذه المعاهدة يقول أن أجفانهم جمع شفر ونوع من المراكب البحرية، أن أجفانهم لا يترامى عليها أحد من رؤساء مراكب سيدنا ولا يفتشونها، وإن كان فيها ركاب فهم في أمان تام تحت صنجقهم، والصنجق هو الرايه. بل نجد السلطان يلتزم بمقتضى بنود كثير من المعاهدات الدفاع عن مراكب الدول المتعاقدة معه في حالة تعرضها بالمياه المغربية لهجوم من طرف سفن معادية مسيحية كانت أو مسلمة، رغم المثال الذي جاء به الاعتماد. ومثال مع الإنجليز، والإنجليز أحيانا تتوتر العلاقات بينهم وبين السلطان، فرد فعل الاتجاه الوثيقة يعني راجع التوتر العلاقات المغربية الإنجليزية، لكن المعاهدة التزم السلطان بهذا الأمر. مثلا المعاهدة المغربية الفرنسية المبرمة سنة 1967 نص بند السادس، هذا مهم جدا، يقول إذا انتقد الصلح، هذا صريح العبارة، إذا انتقد الصلح بين أهل تونس والجزائر وطرابلس، هذه دول أو نيابات تولي التابعة للدولة العثمانية ويجمعون الدين يسلمون مثلنا، ولكن جاء في الشرق هذا البند أنه إذا انتقد الصلح بين أهل تونس والجزائر وطرابلس وغيرهم وبين الفرنسيس، ودخلت سفينة من سفن الفرنسيس لنزار من مراسي سيدنا وتبعتها سفينة حربية من سفن عدوي، هذا إشارة واضحة للجزائريين الذين كانوا يقومون بعمليات الانشغال والقرصنة في المياه المغربية. يقول فعل في المرسى، يعني فعل مغاربة السلطات المغربية في المرسى التي دخلت سفينة من سفن الفرنسيس منع سفينة فرنسيس من عدوهم ولو برميه بالمدافع. أي لابد أن أذكر هذه الأمور. بالنسبة للأسرى مهم جدا، جاء على لسان مؤرخ المملكة أن السلطات المغربية كان متقدما عن عصره بشأن الاستعباد والأسرى، بحيث نجد أنه في سنة 1777 أعلن السلطان لكافة الدول سواء التي أبرمت معه معاهدة أو التي توجد معه في حالة حرب عن استعداده لحل مشكل الأسرى بصفة نهائية وفق شروط حددها، وهي تبادل أسير بأسير، وفي حالة نعيد الأسرى لدى الطرفين ما يفتدى كل أسير بميتري. اقترح على الدول الأوروبية التزام بعدم بقاء أسرى أكثر من سنة واحدة في الأسرى، يعني كيش يدوز شي واحد أكثر من سنة واحدة. إذا وجد أسير من أي دولة في ملك أحد رعاياها فيجب إرغامه على تسليمه طبقا للشروط السابقة. والأهم إذا كان الأسير شيخا هرما أو امرأة كيفما كان عمرها فيتم تحريرهما فورا دون أن يعانوا من العبودية. هذه الأمور، هذه التدابير التي أقدم عليها السلطان حقا لجريدة لومونيتور الفرنسية، لذلك لا تقرر تنشر أن تكتب الفريدة إن مبادئ الحقوق الدولية المقدسة قد انتقلت من كتب الفلاسفة إلى دواوين الممالك المغربية، فلم تبقى الخلافات الدينية بين الشعوب تقف حجر عثرة في سبيل التقارب بينها. والاختصار فإن أمبراطور المغرب يكتب أنه يتمنى أن تزول لفظة استرقاق البغيضة من ذاكرة البشر ويوقع على ذلك اسمه. انتهى هذا الاقتباس وأخرج توابع هذه بضع محطات من عهد سلطان يتبوأ مكانة متميزة في تاريخ الدولة العلوية الشريفة يحق لتوابع هذه بضع
بضع محطات من عهد سلطان يتبوأ مكانة متميزة في تاريخ الدولة العلوية الشريفة يحق ل Thank you.
تصل الى علما بان المراسيل جدا تكلم فقط عن المراسلات وعن ذاك الدوله بشكل كثير. حاول بعض المتخصصين المغاربه من كتاب الحد ان ياخذوا جزءا منه على الاقل لكي يكون فتره دراستهم، لكن لازلنا لا نعرف كل شيء عن المراحل الاخرى مثلا نهايه القرن التاسع عشر بدايه القرن العشرين. اما الكتب التي الفها هو عمرنا ماشي سياسه قويه للتكوين ديال الترجمه
الشباب وشباب الطلبة من النار أفرادي إذا بنحاجر على الباحثين تلقى واحد الآن رواد عرفت تستطيع أن يشوف هذا مستقبلا هذا الكم كبير للوظائف اللي كاينة مكانت في قوضة المخططات مستقبلا المتقفة عنده جاتر الضوء عنده متعيق ديال نوراء البحار عنده متعيق ديال الملاحة عنده يعني مجموعة من الوظائف اللي بقى ما تفسدش. شكرا استاذ جمال، اختم بالله بكم.